أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل كل من قال بالرجعة يعتبر كافر بلا نقاش؟ إذا كان مقلدا وجاهلا يبين له، أظنه سمعهم يقولون كذا وشاف لهم لحن كبيرة ولهم كذا مظاهر وظن أنهم على حق فقلدهم، يبين له، فإذا أصر يحكم بكفره. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.